مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من تو الليل. مساكم الله بالخير، وإن شاء الله تكون اليوم الحلقة مليئة بالموضوعات المختلفة. اليوم في عندنا كم فقرة؟ وايد وايد. لا كم فقرة؟ وايد. اليوم زحمة عندنا، اليوم زحمة فقرات، زحمة. كلها فقرات جميلة مميزة، وراح يكون عندنا أيضا نقل خارجي إن شاء الله من مسرح كيفان. راح يكون معانا الفنان الكبير عبد العزيز الحداد، راح نتعرف شوية ونحاول نبوق بعض المشاهد من بروفات المسرحيته القادمة إن شاء الله اللي راح يقدمها يوم الخميس في ختام مهرجان مسرح الشباب، وهي طبعا مسرحية مونودراما على قولتهم كسرت الدنيا في رابطة الأدباء. بالضبط. والمتوقع إن شاء الله أن هي أيضا تكون أحلى وأحلى إن شاء الله أثناء تقديمها إن شاء الله يوم الخميس القادم. إن شاء الله تقدرين اليوم تبوقين إن شاء الله كم مشهد. لا أنا ناوية. وأيضا مشاهدينا راح نتكلم عن موضوع وايد مهم، وهو الحب بدون زواج. بدون زواج يعني ما أدري يصير ما يصير. عموما ترى يعني اللي موجود بالمجتمع حاليا أكو هاي الحالات موجودة ووايد، وطبعا هذول اللي يقعد من النوم بعدين يتذكر أنه كان يحب أحد من زمان ويرجعون وكذي. سوالف وايد بنسولف عنها في فقرتها إن شاء الله. إن شاء الله. لكن البداية راح تكون إن شاء الله بالضبط مع الأستاذ الزنكي والأستاذة هند الناهض على موضوع محاضرة فيها دعم اجتماعي و اللي يسمونها السوشيال ميديا. نعم. اللي هو الإعلام الاجتماعي. نعم. شلون تكون مشهور وتقدر أنك تكسب ويكسب أيضا وظيفتك أو عملك اللي أنت تختاره من خلال السوشيال ميديا؟ كل هذا وأكثر راح نتعرف عليه إن شاء الله. شكرا فرقتنا الموسيقية ومشاهدينا، نبدي معاكم أولى فقراتنا اليوم، وباسمكم نرحب المهندس خالد الزنكي المدير التنفيذي واستشاري إطلاق المنتجات الزنكي إنتربرايز. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. هلا دكتور. يا هلا مرحبا فيك. وأيضا معانا الإعلامية الأستاذة هند الناهض الناشطة في الإعلام الاجتماعي. مساك الله بخير. حياكم الله. شكرا على الاستضافة. يا هلا مرحبا فيكم معانا. وإحنا في البداية يعني يمكن أبدي معاك أختي هند، نتكلم شوية عن الدور الحيوي اللي قاعدة تلعبه وسائل الإعلام الاجتماعي، خصوصا أصبحت يعني مثل الموضة أو الترند في العالم كله. طبعا لا شك بالنسبة للإعلام الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي، أنا أذكر قبل سنتين تقريبا تكلمت عن الوسائل أيام انتخابات أوباما وتأثيرها في تحويل خلينا نقول التوجه اللي يبون يصوتون أو توجيه أي، بس بالنسبة حق الإعلام الاجتماعي في مجال خلينا نقول اللي إحنا نبي نتكلم فيه، بالرأي العام هو شفناه على أكثر من تجربة أو أكثر من خلينا نقول قصة مرت بالوطن العربي أو بأوروبا أو بأمريكا. بالنسبة للمجال التجاري أو المؤسسات، السوشيال ميديا ترند هو الحين صار شيء لابد منه، مو ترند، مركب لازم كل مؤسسة تركبه، لأنه على المدى الجاي أو خلينا نقول الخمس السنين الجاية راح يصير وايد كومبليكيتد أو وايد معقد. فالتركيز على هذه الوسيلة اللي تعتبر قليلة في التكلفة وعائدها وايد تأثيرها واضح مرتبطة هند في المسؤولية الاجتماعية. طبعا هي كونها سوشيال ميديا مرتبطة بالجانب النفسي والاجتماعي. نعم. ولها مردود على الشخص نفسيا لما هو يتفاعل اونلاين او يتخاطب اونلاين. فلما تشوف من ناحية الشركات انها تركز حملاتها التسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا لان مردودها سريع انزين وفعلا فعال، قاعد يعطيهم خلينا نقول مثل ما تقول مؤشرات او على المستوى القريب والبعيد. فلا شك ان تاثيرها وايد واضح، واحنا لاحظ يعني بالفتره الاخيره حتى بالكويت بفترة اللي فاتت السيزون مال رمضان كان وايد في تفاعل بين الحملات اللي انطلقت اونلاين والحملات اللي طلعت بالتلفزيون، كان فيها وسائل التواصل واضحة بشكل عام. بالضبط. طيب مهندس خالد، يعني حضرتك استشاري إطلاق المنتجات. نعم.
كثر هذه الوسائل التواصل الاجتماعي مفيدة في سرعة إطلاق هذه المنتجات ووصولها لأكبر عدد ممكن؟ طبعا إطلاق المنتجات كوسيلة تسويقية وايد مهمة، لأن لو نتكلم عن دور الإعلام الاجتماعي أو السوشيال ميديا في مراحل إطلاق المنتج وايد مهمة، يصير في تفاعل، يصير في أخذ وعطاء بين الشركة أو المنتج أو الخدمة المقدمة من السوق مع الجمهور. يعني مثال بسيط، قناة الوطن أعتقد في واحدة من المسلسلات اللي كانوا بيعرضونها برمضان سووا استفتاء عن طريق السوشيال ميديا وسووا سيرفي أو استبيان يشوفون نعرضه ولا ما نعرضه. فالدور وايد مهم، هل الدور هذا راح يأثر على مبيعات أو على الرأي العام في حملات إطلاق المنتجات، سواء كانت إطلاق منتجات تجارية لمنتجات مردود مادي أو قد تكون معنوية، قد تكون حملات ما فيها أي مردود مادي، مجرد awareness أو مجرد كمسؤولية اجتماعية للشركات أو حتى للمؤسسات الثانية. مهندس خالد، أنا بس بركز على هذه النقطة اللي هي قصة إنه هل يستفيدون، إن المنتج عادة في 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 سواء كان تجاري أو كان معنوي، يعني إنه هو في عملية التأهيل، في السوشيال ميديا عادة يقيسون الرأي، لكن ما سوينا ماركتينج. هل ممكن يصير ماركتينج اللي هي وورد اوف ماوث بس صارت الكترونيك؟ يعني بالضبط تصير. نعم. الهدف الرئيسي من السوشيال ميديا والاعلام الاجتماعي هو الوورد اوف ماوث والدعايه الشفهيه. نعم. وقوه انتشارها وسرعتها. نعم. لان اذا انت دشيت على الفيسبوك او تويتر سويت ريتويت حق معلومه معينه او رساله معينه راح تنتشر. يعني احنا حتى لما بدينا في حمله كراشت السيمينار اللي راح نتكلم عنه بعد شوي، اول ما بدينا الفتره خلينا نقول البري لونش قبل الاطلاق بشهر 7 كانت مرحلة تأهيل السوق علشان الناس بيحاولون يشوفون يستكشفون شنو هي كراشت. نعم. لما وصلنا الحين للمرحلة الأخيرة من مرحلة الإطلاق خلال فترة الأسبوع اللي فات والأسبوع هذا، الناس كلهم أغلبيتهم عارفين شنو كراشت، فما تعبنا مثل ما تعبوا أغلبية الناس اللي توهم بلشوا في مرحلة إطلاق بشهر 10 وتوهقوا لأن شافوا شهر 10 مزحوم. بس مهندس خالص مردة بغيتوا تطلعون عندنا في تو الليل علشان تروجون حق هذا الموضوع، معناته الاعلام التقليدي للحين متسيد. طبعا شوفي احنا طبعا دائما في وايد ناس مع الاعلام التقليدي انزين ودوره، وفي ناس مع الاعلام الحديث او السوشيال ميديا والتكنولوجي. انا بوجهه نظري اثنينهم ما ينفصلون عن بعض، لان اثنينهم لهم دور مكمل لبعض. ما راح اقدر اقول انه لازم الاثنين يشتغلون، ما راح اقول ان اليوتيوب راح يبدل يعني قناه التلفزيون او ان مثلا الاونلاين ستريمينج راديو راح ياثر على محطات الراديو، لا، لان مصداقيتها كقناه تختلف تماما عن مصداقيه واحد حاطه شانل باليوتيوب. لما انا اخذ الخبر من قناه يختلف تماما لما اخذ خبر. بس هذا اعتراف وايد مهم من حضرتك يعني، وش رايك انت يعني مساله الثقه من اي ناحيه؟ هذه وايد مهمه الثقة يعني بوسيلة الإعلام. بوسيله الاعلام. اي بوسيله الاعلام يعني لا شك منها. بس لما تقولين ان الشرايح المجتمع، يعني انا الحين في شرايح تقرا الجريده اونلاين، في شرايح ما تشوف تو الليل تنطر الاعاده مثلا، هذا بنفس ما صار برمضان. انا اذا ما قدرت اشوف شو اسمه يخدمني موقع الوطن او اللي اشهد فيه انا، يعني موقع الوطن صراحه من المواقع اللي أنا اعتز فيها، كان موقع فعال متواصل يحب يعطي للقارئ إنزين أو المشاهد حرية إن يلقى المادة اللي يبيها إذا هو ما شافها على البث اللي هو المباشر أو التلفزيون. فكونك إنك تحطين المادة هذه موجودة أونلاين، هذا added value أو إضافة حق القناة. أرد أجاوب على سؤالك. الثقة في وسائل الإعلام الاجتماعية. الثقة في وسائل الإعلام لازم تكون وسائل إعلام توعية لأي وسيلة إعلامية موجودة أو وسيلة جديدة. يعني إحنا الحين يظل قاعدين نوعي المشاهد بالوسيلة هذه مستخدمين تلفزيون الوطن. يعني إحنا يظل جانب التقليدي لازم يوصل الليتست او الابديتد شو اسمه والمعلومات وطرق التواصل الجديده للمشاهد عشان يلفت نظره حقها ويركز على. مهندس خالد، اعتقد انا عشان نثني على كلام الاستاذه هند، هي قصه ثقافه المجتمع والشريحه المستهدفه من هذا الموضوع. بالضبط بالضبط، وهذه لها دور كبير. انت يعني اي حمله تسويقيه او اطلاق لاي منتج لازم عندك يكون عندك شريحه واضحه مستهدفه منها.
اذا ما كان عندك شريحه لمنتج او خدمه معينه انت قاعد على قولتهم يار شوتينج يور سيلف ان ذا دارك، انت عارف انت شنو تبي منو الفئه اللي انت مستهدفها. بالضبط. فهذه واعتقد دائماً ايضا الشركه العالمية المطلقه لهذا المنتج عليها دور هي. يعني هي ايضا بدايه الثقه بينها وبين المستخدمين لكل هذه الوسائل. بالضبط بالضبط. والحين يعني حتى المستهلكين او حتى العملاء لما يبيون يشترون منتج او خدمه يروح يسال، يروح بتويتر، يكتب ستاتيوس بالفيسبوك، بيحاول يتفاعل مع الناس، وباغلبيه الاحيان يسمع حق معارفه والناس اللي حواليه اكثر من انه هو يشوف اعلان في التلفزيون او اعلان بالجريده. بالضبط. او حتى مؤتمر صحفي لشركه. لان ليه الحين احنا مجتمع صغير وبين وبينك يعني انت قد تثق في الناس اللي حواليك اكثر ما انك تثق في دعايه او اعلان. صحيح. انزين في الجريده او هذا يرجع حق ثقافه المجتمع. بالضبط بالضبط. ولها دور ثقافه المجتمع وايد مهم. نعم. وحتى مو هني حتى عندنا بالكويت يعني حتى بشكل عالمي. احنا بنبي نسوي كراش ايه بعد شوي ان شاء الله. بس قبل لا نطلع الفاصل عندي هالسؤال علشان لما نرجع وي ويل كراش ات يعني علشان نفهم الموضوع اكثر. مسألة إن المجتمع صغير، إحنا عندنا أوكي يعني إحنا بالكويت مجتمعنا صغير واللي بتويتر كلهم ربع وكلهم يعرفون بعض وفي ثقة بينهم وبين بعض. زقر. لكن إيه تويتر زقر المجتمع. زقر جدا وقربهم من بعض أكثر. لكن مثلا كمجتمع أمريكي اللي من ولايات من غرب لشرق شمال جنوب ما يعرفون بعض، وقد يكون هذا يعني ما في ثقة بينهم وبين بعض. هني لما استخدم وسيلة الاتصال الاجتماعي هذه ما عندي ثقة انه والله، لان يجوز ان الشخص المستخدم هذا يكون كاذب او ما يكون صريح. صح. مصداقية. مصداقية. المصداقية لها دور كبير. وايد مهمة. يعني اختي غادة يعني لازم نحط بعين الاعتبار يعني لما هي انا مثلا ونقول ان المقابلة هذه اللي صارت في تو الليل اليوم تكلمنا عن كراشت زين وجينا وحطيناها في مثلا الويب سايت في كراشت راح تعطي مصداقيه لحمله كراشت نفس الشيء. طبعا في يعني هم حاب اشكر قناه الوطن وجريده الوطن لرعايتهم لكراشت طبعا. نعم. فلها دور كبير تعكس مصداقيه غير لما اي والله كراشت واحد موجود بالانترنت. وشلون قدر يسويها جاري؟ راح نعرف هالموضوع بعد الفاصل ان شاء الله مشاهدينا. Crush it for the first time in the Middle East. U.S. social media keynote speaker Gary Vaynerchuk, author of the New York Times and Wall Street Journal's best-selling book, Why Now is the Time to Crush It. Gary will show you how to use the power of the internet and social media to turn your passion and interest into a true successful business. So be part of the social media movement and harness the power to make your entrepreneurial dreams come true. Crush It seminar will be held on October 25th. Reserve your seats today. Give us a call on 222-73990 or 999-73990 or visit our official website, crushitseminar.com. Hurry up. Seats are extremely limited. So, what are you waiting for? Start doing what you're passionate about the most. Crush it. Turn on your passion.